السابعه والنصف اهلا بكم الى نشره الاخبار حياكم الله والبدايه مع ابرز العناوين جلاله الملك والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائيه واخر تطورات الاوضاع في المنطقه جلاله الملك يؤكد ان الاردن اثبت قدرته على الحفاظ على استقرار الاقليم بصرف النظر عن طبيعه الازمات التي تمر بها المنطقه انطلاق اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في الاردن للمره التاسعه. احتدام المعارك في محيط الرمادي بين القوات العراقيه وداعش ونزوح عشرات الالاف من المدينه. تقرير يتوقع ان يواصل الاقتصاد الوطني التعافي رغم الاوضاع الاقليميه الصعبه وضعف الاقتصاد العالمي. اهلا بكم عقد جلاله الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر رغدان العامر اليوم لقاء قمه تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات اضافه الى تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط و جرى خلال القمة تأكيد الحرص المتبادل على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أفاق أوسع واستمرار التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا بما يسهم في تحقيق أمال وطموحات الشعبين الشقيقين سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي وشدد الزعيمان على أهمية وجود منهج استراتيجي شمولي وتشاركي بين مختلف الأطراف في التصدي للإرهاب ومن يمارسه باسم الإسلام وهو منه براء من خلال العمل على إظهار الصورة السامحة للإسلام وتعاليمه التي تنبذ العنف والتطرف كما دعا زعيمان جميع القوى والأطراف الدولية المؤثرة إلى العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتذليل جميع العقبات التي تقف حائلا أمام استئناف المفاوضات وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية واستعرض جلالته والرئيس السيسي الأوضاع في العراق مؤكدين ضرورة تعزيز الوفاق الوطني بين مختلف مكونات الشعب العراقي ودعم جهود الحكومه العراقيه في محاربه التنظيمات الارهابيه وخلال المباحثات التي اكدت اهميه التوصل الى حل سياسي شامل للازمه السوريه ينهي معاناه الشعب السوري ويحفظ وحده وسلامه سوريا اعرب الرئيس السيسي عن تقديره في هذا الاطار لدور الاردن في استضافه اللاجئين السوريين واهتمامه بتوفير احتياجاتهم وتاتي القمه الاردنيه المصريه في عمان على هامش مشاركه الرئيس السيسي في اعمال المنتدى الاقتصادي دافوز في البحر الميت تحت شعار إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والسلام والتعاون بين القطاعين العام والخاص نعم قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن الأردن أثبت خلال عقود قدرته على الحفاظ على استقراره في الإقليم بصرف النظر عن طبيعة الأزمات التي تمر بها المنطقة وأضاف جلالته خلال اللقاء الذي أجرته معه شبكة سي إن بي سي الاقتصادية أنه على الرغم من كل ما يجري حول المملكة إلى أن أداء الأردن كان مميزا وأن اقتصاد البلاد نما بنسبة تجاوزت الثلاثة في المئة في العامين الماضيين وسط توقعات بأن يبلغ مع معدل النمو أربعة في خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة. وأضاف جلالته أن فرص الاستثمار في الأردن مفتوحة وهي لا تعتمد على السوق العراقية فحسب، حيث أن هناك اتفاقيات تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي واتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكندا، وسوف يتبعها اتفاقية مع المكسيك لاحقاً. <سؤال> <applause> <سؤال> 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 بدات الوفود العربيه والاجنبيه بالوصول الى عمان للمشاركه في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي سيستمر حتى الثالث والعشرين من ايار للمرة التاسعة منذ عام 95، في دلالة واضحة على الدور الاقليمي والريادي للاردن في مختلف المجالات بين دول المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. المزيد في تقرير حافظ ابو صبره. يعد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي سيلتئم في الاردن غدا للمرة التاسعة. تحت رعايه ملكيه فرصه كبيره لمناقشه عدد من القضايا الاقليميه والعالميه والدور الاردني المؤثر في هذه القضايا ان ابرز المحاور التي سيناقشها المؤتمرون هي الصناعات التنافسيه والتشغيل والريادة والحوكمة وبناء المؤسسات والتعاون الاقتصادي في المنطقة، حيث سيأتي المنتدى هذا العام تحت شعار إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بشراكة وتعاون بين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. استمرار انعقاد المنتدى في الأردن للمرة التاسعة منذ عام 1995 وسط تنافس العديد من دول الشرق الأوسط على استضافته يعد مؤشرا على مكانة الأردن في الإقليم والدور المحوري الذي تقوم به بقيادة جلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة، حيث يعدّ هذا التجمع العالمي في الأردن بمشاركة نحو 900 شخصية قيادية عالمية مؤشرا أن الأردن يتميز ببيئة آمنة ومستقرة ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار حيث ستكون فرصة لإبراز الأردن كوجهة استثمارية واقتصادية وسياحية وتسويق خطط الأردن الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الكبرى المنتدى الذي سيبحث أيضا عددا من القضايا التي تخص المنطقة لسيما قضايا التعليم وتشغيل الشباب العربي بشكل عام والأردني بشكل خاص سيشكل فرصة للشخصيات الأردنية الشبابية للقاء بنظرائهم من مختلف دول العالم والاستفادة من تجاربهم. يشكل المنتدى فرصة للأردن لتسليط الضوء على الأعباء التي يتحملها جراء تبعات الأزمة السورية، وعرض التحديات التي يواجهها في هذا المجال، وطرح الحلول للتعامل مع هذه الأزمة وتبعاتها، خصوصا ما يتصل بأمر اللاجئين. المنتدى الذي يجمع عددا كبيرا من القيادات على مستوى العالم من سياسيين وأكاديميين واقتصاديين وممثلي منظمات مجتمع مدني، يسعى للعمل بروح الشراكه وتحمل المسؤوليه أكد وزير الداخلية سلام حماد أن جهاز الأمن العام جهاز عصري متطور ويعد جدار الأمان الأول للمملكة والمحفز الرئيسي للنمو والازدهار الاقتصادي والحفاظ على السلم الاجتماعي في الأردن وقال حماد خلال زيارته اليوم لمديرية الأمن العام ولقائه مدير الأمن العام بالإنابة لواء محمود أبو جمعة ومساعديه أن جهاز الأمن العام محل فخر واعتزاز واعتزاز القيادة الهاشمية وكل الأردنيين أينما كانوا لما تقوم به مرتباته من خدمات امنيه وشرطيه للمواطنين والمقيمين والزائرين للمملكه، واشار وزير الداخليه الى اهميه التعاون والتنسيق والتواصل الدائم بين الوزاره والاجهزه الامنيه المرتبطه بها والعمل كفريق واحد لتحقيق الغايات المرجوه والاهداف التي يصبو الجميع لتحقيقها كل ضمن مجالات عمله، مؤكدا ضروره التعامل مع جميع المواطنين باعلى درجات الاحترام والمسؤوليه و بما يتوافق وحقوق الانسان قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة في لقاء مع برنامج حلوه يا دنيا ان حكمه القياده الهاشميه ووعي المواطن ساهم في عدم تاثر الاردن بما يجري حوله في دول الجوار في حالات كثيره اصابتنا وأصابت العالم العربي من حولنا وكنا أشقائنا هذول لكن هزت ولكن هذا البلد بقي إلى الأمام ثم إلى الأمام ثم إلى الأمام وربما أهم شيء الربيع العربي واليوم العالم سؤال الرئيسي كيف كيف سطعته في القيادة ووعي الناس الشعب الأردني هذا اللي بعول عليه وبالتالي هذا هو مصدر التفاؤل وخلينا ما ننسى أن قيادتنا هاشمية وشعبنا اردني عربي فبنضل ماشيين لقدام تتابعونا غدا ضمن برنامج حلوه يا دنيا اللقاء الكامل مع رئيس ديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطرونه نعم نظمت لجنه الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغربي اسيا الاسكوا بالشراكه مع معهد غرب اسيا وشمال افريقيا اجتماعا حول ديناميات النزاعات المزمنه والصمود في المنطقه العربيه المزيد حول الاجتماع في التقرير التالي تفاقمت في الاونه الاخيره مساله النزاعات السياسيه والعسكريه بشكل مزمن في المنطقه العربيه فبداتها بالربيع العربي ومن ثم ظهور التنظيمات الارهابيه كداعش وغيره من الميليشيات المسلحه ومجموعه الصراعات التي تركزت على السلطه السياسيه وانبنت على اسس طائفيه في كل من العراق وسوريا واليمن. وبسبب ظهور ما يسمى بديناميات النزاعات المزمنه استضافت عمان اليوم اجتماعا يبحث هذه النزاعات اسبابها وطرق ايقافها بحضور الامير الحسن بن طلال ومجموعه من خبراء النزاعات السياسيه حيث أكد الأمير الحسن على أن أقوى أسباب النزاعات في معظم الأقطار العربية هو عدم وجود هوية مشتركة وتفاقم عدة مشكلات عند فئة الشباب كمشكلة الفقر والبطالة واستعرض الاجتماع السياسات والنظرية والمنهجية المتبعة من أجل فهم أوجه الضعف الناتجة من النزاع والبحث في دور النقص في التنمية في زيادة حدة انعكاسات النزاع فقد أشار البروفيسور بول كوليه الخبير في شؤون الحكم إلى أن الخطاب السياسي أفضل من استخدام السلاح من ناحية الفوز بالسلام وأكد على أن جميع الأطراف المتنازعة وبخاصة الجيوش التقليدية كالجيش الحر في سوريا ستكون هي الخاسرة هذا الاجتماع شكل فرصة لبناء تحالفات قائمة على المشاركة حول موضوع الحد من النزاعات في المنطقة العربية وسيوفر أدوات يستخدمها دعاة السلام لقياس حجم آثار النزاع على التنمية والعكس حمز الشوابكة رؤيا فقد الوسط الفكري والثقافي الأردني والعربي اليوم الخميس العلامة والأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر يناهز 93 عاما ونعى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور بمزيد من الحزن من الحزن والاسى العلامه والمؤرخ الاستاذ الدكتور ناصر الدين الاسد وزير التعليم العالي الاسبق الذي انتقل الى رحمه الله تعالى اليوم واستذكر رئيس الوزراء مناقب الفقيد والخدمات الجليله التي قدمها في خدمه وطنه وامته حيث كان من الرواد الذين اسهموا في خدمه مسيره التعليم العالي والحركه الثقافيه في الأردن الدكتور ناصر الدين الأسد ولد في العقبة في العام 1922 لأب أردني وأم لبنانية وحصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة القاهرة عام 55 أسس الجامعة الأردنية ثم عين رئيسا لها خلال الفترة من عام 62 إلى 68 وحضر الفقيد في عدد من الجامعات ومعاهد البحوث في الأردن وليبيا ومصر كما عمل الأسد سفيرا للأردن لدى المملكة العربية السعودية بين عامي سبعة و وثمانية كما شغل الفقيد منصب وزير التعليم العالي خلال الفترة ما بين خمسة و وتسعة ونال الفقيد عدة جوائز منها جائزة دكتور طه حسين لأول الخريجين في قسم اللغة العربية في جامعة فؤاد الأول عام ألف وتسعمائة وجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي لعام 82 كما حصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تداول الشارع الأردني في الآونة الأخيرة أخبارا تحدثت عن نية الحكومة رفع الدعم عن مادة الخبز وما أن شاعت هذه الأخبار حتى أسرعت الحكومة لنفيها مؤكدة عدم نيتها رفع الخبز ملف دعم الخبز يعود مجددا إلى رأس قائمة الأمور التي تشغل بال الأردنيين التفاصيل في تقرير مراسلنا جورج برهام الخبز قوت الشعوب ولقمة الفقراء وللأردن تاريخ مع تجربة رفع أسعار هذه المادة، ففي عام 1996 أقدمت حكومة عبد الكريم الكباريتي على خطوة أثارت الشارع الأردني، وبعد الأحداث التي حصلت آنذاك لم تقدم اي حكومة على تكرار هذه الفعلة، لتاتي حكومة الدكتور عبد الله للتلميح في اعادة النظر بتوزيع الدعم لمستحقيه، حيث فتحت بابا واسعا امام جملة جديدة من الاحتجاجات، حيث ان كثيرا من المراقبين ابدوا تخوفهم من هذه الخطوة، لتلحق بتصريحات رئيس الوزراء تصريحات للمتحدث باسم الحكومة الاردنية محمد المومني بان الحكومة لن ترفع اسعار مادة الخبز. على المواطنين ولا توجه لذلك كتلة النهضة النيابية وعلى لسان رئيسها أمجد المجالي رفضت بشكل قاطع رفع أسعار الخبز الذي يعتبر خطاً أحمر ويمثل كرامة للأردنيين وسلعة رئيسية تدخل في تصنيع أكثر من مادة رئيسية، وإن مجرد الاقتراب من هذا القرار ربما يحدث كسراً كبيراً، وإن على الحكومة التخلي عن اللغة التي لا تجيد غيرها وهي لغة الجباية ورفع الأسعار والضرائب والمحفظة مشتقات النفطيه حري علينا ان نذكر رئيس الوزراء اذا نسي او تناسى ان الخبز ليس كبيرا وليس سلم نطالب وبشده وحزم ان تتراجع الحكومه عن مبدا الحديث في موضوع الخبز ولا حتى نقبل منها أن تتحدث به ولو كان على سبيل المزاح أو بالونات الاختبار ممثلو النقابات المهنية أكدوا رفضهم القاطع المساس برغيف الخبز وقوت الفقراء وطالبوا الحكومة عدم تنفيذ قرارات غير مدروسة ولا تقدر عواقبها. كميه فاقد الطحين وتعامل كثير من المواطنين مع الخبز كماده رخيصه الثمن واحضار كميات تفوق حاجياتهم ربما تزيد من اعباء الحكومه في شراء كميات اكبر من الطحين المدعوم مما يزيد من المشكله ويفاقمها، لكن بالمقابل على الحكومه ايجاد حل ناجع من اجل التخلص من هذه المشكله دون تكرار المساس بجيب المواطن جورج برهم رؤيه أكد الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أن الوزارة تقوم باستيراد تقاوى البطاطا من دول معروفة مثل هولندا وفرنسا وبلجيكا، ويتم فحصها في مختبرات الوزارة، وجميع نتائج فحوص هذه التقاوى أثبتت خلوها من الفيروسات والأمراض، وبين حدادين أن بعض المزارعين يقومون بزراعة تقاوى محلية أو تقاوى لشركات غير مسجلة لدى الوزارة. هذه التصريحات جاءت ردا على شكاوى تقدم بها عدد من مزارعي البطاطا في وادي الاردن على شركه مستورده للتقاوى، قالوا انها تسببت بخسائر قدرت بثلاثه ملايين دينار. عندنا احد اصناف البطاطا هذا الصنف مصاب ببكتيريا الارينا، هذه هذه البكتيريا نتج عنها خسائر فادحه للمزارعين خسائر كبيره هذه هذا الصنف تقريبا دخل منه 1630 طن بطاطا كما سمعت من المزارعين يعتبر المشروع المائي الكبير الذي يقام في محافظه الكرك لنقل كميات من مياه سد الموجب بعد معالجتها وتنقيتها الى قرى المحافظه خاصه الشماليه منها يعتبر خطوه ملحه في ظل ما تعانيه المحافظه من شح في كميات المياه. المزيد في تقرير علي العرج. مشروع مائي كبير بكلفة عشرة ملايين دينار ممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهدف تعزيز التزويد المائي لمحافظة الكرك من خلال نقل كميات من مياه سد الموجب بعد معالجتها وتنقيتها إلى قرى محافظة الكرك وخاصة الشمالية منها كما تعلم محافظة الكرك عانت في السنوات الماضية من نقص في المياه فتحركت سلطه المياه وزاره المياه والري بمشروع ريادي على مستوى المملكه وذلك بنقل مياه سد الموجب الى شمال الكرك هذا المشروع سيؤمن حوالي 500 متر مكعب في الساعه الى محافظه الكرك وهذه الكميه توازي تقريبا 50% مما هو يتم تزويده حاليا لمحافظه الكرك من المصادر القائمه حاليا. وتاتي هذه الخطوه بسبب زياده عدد السكان في محافظه الكرك حيث كان من الضروري جلب مياه جديده للشرب وتمديد خطوط مياه وبناء محطات معالجه لما تعانيه الكرك من نقص كميات مياه الشرب احنا الان في موقع المشروع زي ما انتم شايفين خلفنا هنا تبتدئ اول محطه للمشروع اول محطه رفع وايضا هون زي ما انتم شايفين كمان في عندنا اللي هي خزان المياه الخام وخزان المياه المعالجه وايضا محطه الرفع الرئيسيه والفلاتر الرئيسيه والمكاتب الرئيسيه راح تكون عند السد هون ايضا موجوده ومن ثم نرفعها من خلال اربع محطات رفع على مزال الطريق الى غايه تقريبا خزان شيحان بمسافه حوالي 20 كيلومتر اوفر اول يعني بكل المسافه كامله من خطوط من خط طبعا خطوط حديديه وخطوط دكتايل ايضا هذا المشروع سيعوض النقص الحاصل في كميات مياه الشرب في قرى جنوب الكرك والقصبة من خلال تحويل بعض الكميات التي كانت تزود شمال الكرك زي ما انتم شايفين هذه احد الطرق هذا المسار الاول ضمن ثلاث مسارات اخذناها حتى ما انه ناخذ طرق مختصره من خلال اختراق المناطق الصعبه في الجبال زي ما انتم شايفين من خلال فتحها ببلدوزرات مهيئه لهذا الموضوع ولتمديد الخطوط بفتره قصيره جدا لتنفيذ المشروع سيستفيد من هذا المشروع قرابة أربعين ألف مواطن وبوقت قياسي حيث سيتم افتتاح المشروع بالكامل بعد شهر من الآن مشروع مائي كبير سيرى النور في القريب العاجل لسد النقص الحاصل في كميات مياه الشرب في محافظة الكرك ولن ننسى ان هذا المشروع بتنفيذ كوادر وسواعد اردنيه علي الاعرج رؤيا اهلا بكم من جديد عربيا سيطره تنظيم داعش الارهابي على مدينه تدمر ومنطقتها الاثريه تثير قلقا بشان مصير اثارها العريقه لا سيما ان داعش سبق ان دمر ونهب اثارا في مناطق اخرى وتحديدا في الموصل ما دفع جهات عده للمطالبه بانقاذ المدينه المدرجه على لائحه التراث العالمي المزيد في التقرير التالي بعد سيطره تنظيم داعش الارهابي على مدينه تدمر او عروس الصحراء كما يحلو للسوريين تسميتها تكون قد اكتملت دائره التدمير في سوريا فداعش الذي استباح البشر قتلا وتشريدا طالت يده المدمره مدينه الحضاره واثارها العريقه المدرجه على لائحه التراث العالمي مناشدات كثيره طالبت وتطالب بحمايه اثار عاصمه مملكه تدمر التاريخيه من النهب والسرقه التي تعرضت لها خلال السنوات الاربعه الماضيه بحسب منظمه اليونسكو المدير العام للمتاحف والآثار السوريه مأمون عبد الكريم طالب الجيش السوري والمعارضه والمجتمع الدولي بإنقاذ المدينه، لافتاً إلى أن المئات من التماثيل نقلت من المدينه إلى مكان آمن. آخر النداءات والإستغاثه لإنقاذ المدينه جاءت من مديرة اليونسكو أرينا بوكوفا مطالبة أن تراعي كل الأطراف. الالتزامات الدوليه بحمايه التراث الثقافي وقت الحروب بالرغم من كل المناشدات المحليه والدوليه لانقاذ المدينه الا ان الدول الكبرى تصم اذانها عن الاستجابه ولا تحرك ساكنا وكان عاصمه ملكه زومبيا لا بواكي لها لقي ثمانية من عناصر الحشد الشعبي مصرعهم وأصيب ثلاثة عشر آخرون بمحيط معسكر المزرعة جنوب شرق الفلوجة بمحافظة الأنبار فيما أعلن تنظيم داعش سيطرته على مدينة حصيبة شرق مدينة الرمادي وقال مصدر عسكري إن قتلى وجرح الحشد الشعبي سقطوا بقصف للتنظيم على رتل لعرباتهم بمحيط معسكر المزرعة ما أدى إلى تدمير ثلاث عربات وإلحاق أضرار بعربات أخرى من جهة ثانية قالت مصادر طبية عراقية إن مدنيا قتل واصيب أربعة آخرون جراء قصف الجيش العراقي معبر البوشجل شمال الفلوجة وأن القصف الحق أضرارا بسيارات النقل الموجودة هناك. وعلى الرغم من سماح السلطات العراقيه لالفي نازح من الرماد بالدخول الى بغداد الا ان ماساه اكثر من عشرين الف نازح يفترشون الارض ويلتحفون السماء تبقى قائمه في ظل درجات الحراره العاليه ونقص المواد الغذائيه المزيد في التقرير التالي مأساة أخرى يواجهها النازحون من مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار هي نموذج آخر للأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها المدنيون وخاصة الأطفال والنساء في مناطق القتال أكثر من عشرين ألف نازح افترشوا العراء تحت لهيب الشمس وتقطعت بهم السبل على حدود بغداد على الرغم من السماح لنحو ألفين منهم فقط بالدخول بعد الحصول على من يكفلهم في عاصمة بلادهم كارثة إنسانية كما وصفها رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت الذي طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح جسر بزيبر الوحيد فورا امام الاسر النازحه والتي تعاني من حالات انسانيه صعبه للغايه وتوفير المخيمات والمواد الغذائيه والانسانيه لهم وبشكل عاجل إلى اليمن حيث قصفت ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح اليوم مدينة تعز في جنوب اليمن عشوائيا في استمرار الانتهاكات التي يرتكبها المتمردون ضد المدنيين باستهداف الأحياء السكنية وتزامن القصف مع مواجهات خاضها مقاتلو اللجان الشعبية الموالون للرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي ضد الميليشيات التي استهدفت المدنيين في عدة مدن كان أشدها دموية في عدن وقال أحد القياديين في المقاومة الشعبية ان رجال المقاومة غنموا اسلحه لمقاتلي الحوثي بعد سيطرتهم على موقعي الحرور والابتر، كما اكدت المقاومة الشعبية انها سيطرت على مواقع كان يتمركز فيها مسلحو الحوثي بمنطقة الجوف القريبة من الحدود السعودية في طريقها الى معقلهم في صعدة شمال اليمن. من جهة ثانية كثفت طائرات التحالف اعادة الامل قصفها لمواقع الحوثيين بمحيط العاصمة صنعاء ومحافظات يمين منية أخرى قدمت لجنة فلسطين النيابية اليوم تبرعا بأجهزة ومعدات طبية لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله تقدر بقيمة 25 ألف دولار وتسلم مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور احمد البيتاوي الاجهزه الطبيه اليوم بحضور السفير الاردني في فلسطين خالد الشوابكه ورئيس لجنه فلسطين النيابيه النائب يحيى السعود. تبرع اللجنه النيابيه بالاجهزه جاء عقب زيارتها قبل اشهر لمجمع فلسطين الطبي واطلاعها على احتياجاته وذلك كرساله دعم من الاردن للشعب الفلسطيني وتخفيفا من معاناته. تم تمر التبرع لهذا المستشفى باجهزه بقيمه 20 الى 25 الف دولار استلمها مدير المستشفى يعني بنتمنى انه يعني ان يقبل ان تقبل اداره المستشفى هذا التبرع من الشعب الاردني وليس مني انا شخصيا لأن يعني حقيقه يعني هذا التبرع يعني رساله مني انا شخصيا ومن الشعب الاردني بكافه مكوناته اننا نحن نقف مع اخواننا في فلسطين نشكر الاخوه في المملكه الاردنيه الهاشميه لعطائهم المتواصل هذه ليست المره الاولى الذين يقدمون الدعم المتواصل لمجمع فلسطين الطبي أطلق اليوم في مدينة رام الله التقرير الدولي لرصد واقع واحتياجات التخطيط المكاني في مناطق جيم المحتلة وذلك بدعم من إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية ويسعى المشروع لتطوير وإقامة العديد من المشاريع في المناطق المسماة جيم كونها مكونا أساسيا من مكونات الدولة الفلسطينية والتي تساهم في تعزيز صمود المواطنين فيها ومن الجدير ذكره أن ما تقوم به إسرائيل في المناطق المسماة جيم سواء من انتهاكات أو سياسة التهجير القسري لسكانها تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية جنيف كما أن تطبيق إسرائيل لخططها في هذه المناطق يهدف إلى تقويض سبل العيش وإزالة الوجود الفلسطيني منها اليوم نطلق احنا تقرير عن التخطيط المكاني في مناطق جيم اللي بيبين الاجحاف الاسرائيلي بالتعاون مع المخططات الهيكليه التجمعات الفلسطينيه بالاضافه اللي بعطي مجموعه من التوصيات العمليه لرفع حاله الياس الموجوده في هذه المجتمعات وتثبيت وجودهم على ارض الواقع وإيجاد تنمية مستدامة البارحة سلمنا تقرير لدولة رئيس الوزراء واليوم إحنا مع الوزارة المعنية وزارة الحكم المحلي نطلق التقرير أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة كير العالمية ومحافظة المفرق مشروع تنمية ودعم المجتمعات الأردنية في المحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ويأتي المشروع ضمن برنامج تمكين المرأة بتمويل من وزارة التنمية والشؤون الخارجية الكندية، وتتركز أنشطته على بناء قدرات أبناء المجتمع المحلي في المناطق الحضرية والريفية وبناء قدرات المجتمع المدني وتدريب مهني للشباب والشابات أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة أشار خلال إطلاق المشروع أشار إلى حاجة المجتمعات المحلية للدعم بسبب الضغط على مواردها المتاحة جراء الزيادة بالمعدل السكاني واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين تسلمت المديرية العامة للدفاع المدني الدفعة الأولى من الأجهزة والمعدات التي سيتم استخدامها في حوادث المواد الخطرة ضمن مشروع تعزيز قدرات الدفاع المدني في مجال التعامل مع هكذا حوادث، ويأتي هذا المشروع ثمرة التعاون البناء بين الحكومتين الأردنية والألمانية الذي يتمثل بمنح جهاز الدفاع المدني العديد من الأجهزة والمعدات في تجسيد حقيقي لرؤية المديرية كجهاز حماية مدنية لحماية الإنسان بكل الظروف والأحوال بدوره مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي أكد خلال حفل تسلم المنحة على عمق العلاقة المتميزة والتعاون البناء بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية